السلام عليكم عليكم السلام أيوة هذا ديني وهي تحية الإسلام على الصراط المستقيم شو متمني نمشي ما بشوف الدنيا صح إلا لما غفر امشي برجع بعيد ذكرياتي والتاريخ عم بمر كنت شوف الطيبة بس ما كنت شوف الشر فتحت عيوني فجأة شفت الناس نايمة ما بدها تصحى لأنه صوت الحق كاتمي ها مسلم ضد مسلم والصهيوني برا ناطر حتى يفترسنا هي حقيقة مرة عمروا أوطانكم بالمحبة والصبر افهموا معنى كلامي هذا واقع مو شعر املأوا قلوبكم بمحبة الله زينوا عقولكم بكلام الله احبوا عيسى ابن مريم والحسن والحسين وصلوا على نبينا محمد نور العين سيدنا عمر وعلي ما بيرضوا باللي صاير لو هلأ معنا كانوا شنوا حربا ضد الكافر توحدوا لنعلوا تفرقوا لتسقطوا اذ لم تملكوا كلاما طيب فاصمتوا مازال وطننا واحد شو خصك بديني مازال عدونا واحد شو خصك بديني مازال لغتنا واحدة شو خصك بديني مازال ربنا واحد شو خصك بديني ايه شوف حالك على المراية بتعرف حالك انت مين وان كنت مهموم طيب الله يستعين المظلوم صار ظالم بس الظالم مشهور اطلب بيت صغير قبل ما تطلب قصور اقرأ قصة سيدنا نوح بالسفينة خد منا عبرة لو القصة قديمة قصة عيسى وموسى وقصة صبر أيوب كل الأنبياء اسمهم بالقرآن مكتوب اطلع من مستنقع الجهل للقمة لو توحدوا العرب بنصير أقوى أمة لكنت مفتي لكنت حرمت قتل النفس كنت حولت الثورات العربية إلى القدس ابحث عن التاريخ داخل المقدسات اقرأ القرآن ابحث بالإنجيل والتوراة لو غمضت عيونك بالصلاة بتضل تشع لما تهمس بالسجود رب الكون بيسمع الدنيا صارت غابة مظلمة ما فيها نور والبشر مثل طيور بس جناحهم مكسور وحفر القبور مين الموت مقهور شايف حرب الفتنة عبلاد الشام عم بتزور يا رازق الجنين داخل بطن أمه يا ميسر الغذاء اللي ماشي بدمه يا مغيث غثنا بنظرة عليك وإن عصينا مرة فردنا إليك الشمس والقمر والحجر يسبحون كنوا في الأرض رحمة لا تكونوا مفسدون يا رازق الأسماك في أعماق البحار يا رحمن ويا رحيم نجينا من النار يا مغير الأحوال غير حال الأمة يا قوي ويا جبار اكشف عنا الغمة يا رازق البشر بالمال والبنون يا من تقول للشيء كن فيكون ما لنا رب سواك نحن المستضعفون مهما طالت الأعمار إليك راجعون يا رافع الجبال يا باسط الرمال شباب هرمنا من كثرة الترحال ارتقوا بالكلام لا تجادلوا اللئيم تصدقوا بالمال اعطفوا على اليتيم إن كنتم أغنياء فلا تنسوا الفقير بالإسلام ما في فرق بين الخادم والأمير مسلم أنا لمحمد انتمي الإرهاب باسم الدين عمي قيد معصمي الإسلام مو بحاجة لا سيارة مفخخة أو لقاتل مأجور إيديه بالدم ملطخة حاجة تشوه الإسلام بصورة منا واضحة يمكن كلمة تنكشفت أكثر كلمة فاضحة الدين بالفعل الدين منه بالكلام وبالنهاية افهموا سر الإسلام بالسلام إيه